كنا اخي مريحين في الدار، راك عارف بنادم كتوصل ل 9 و8 وتطلع للدار مريحين مع والدتك كتسمع الانفجارات، شي ثلاثه الانفجارات تقريبا بجد. خرجنا كيبان لك بنادم غادي، حتى بنادم مولف كيسمع شي انفجار شي حاجه باينه الشركه ميسي الاولى. هبطنا انا بعد مني وصلت تلاقيت مع واحد السيد بلاصه الطوموبيل ديالو باغي يدخل، ما خلاوش الدراري يدخل. قلنا ليه شكون انت؟ قال لك انا مدير انتاج. قلنا لي مدير انتاج شنو طارت؟ قال لك ما كاين والو كاين والو. قلنا له واش حتى واحد؟ قلنا له هاد الانفجارات راه كبيره، يعني راه ما يمكنش حتى واحد ما تاذى، هو الفران كتفرقع بها بوطه كيتشد وكيتحل هاد الفران اللي كاين من هنايا. حد شويه مني جاو السلطات المحليه، مني جاو السلطات المحليه شويه جات لابيلانس وما يخرجوا، خرجوا جوج محروقين ما عرفتش بالضبط واش محروقين بزاف ما عرفتش. المهم محروقين شويه قال لك لا ما كاينش شي واحد، ما كاينش شي واحد، هذا مدير الانتاج براسو تم في هاد الشركه. قلنا ليه راه ما كاينينش وسائل الوقايه في هاد الشركه، راه بزاف راه حشومه. وكيقول لك لا انا المسؤوليه ديالي هي المسؤوليه ديال العمال. قلنا لي تمني مسؤول على العمال فينا ماد الناس وسائل الوقايه والشركه؟ اول حاجه ما كاينش فيلترات، بنادم كيموت هنايا بهذيك الانسرابات ديال الغازات ديال الشركه، يعني شركه كبيره فينايا فينا ما الفلترات، هذوك الفلترات اللي كيكونوا في الفران ما كاينينش. ولا بنادم كينشر الحوايج بالليل الغد لي الصباح كيلقاهم كحلين باش هذا الشيء ديال الفران بزاف عين ما نهضروا. مع العلم ان خارج قرار ابتدائي والسنافي من عند المحكمه باش تحبس، وباقي حتى حاجه ما تحبسش. بنادم راه كيعاني هذا بنادم. هنا عندنا ولا في المشروع كاين المبلي كاين ما مبليش، بنادم ولا استدرك حل كاين اللي مبلي كاين ما مبليش هنا، بنادم ضاع كاين بنادم كيلعب كوره هنايا. الله يديم والله يسمح ليهم. واش ديما كيوقع نورمال ولا نورمال؟ هادشي كيطرى اليوم بزاف، اليوم ولات هاد الانفجارات بزاف اليوم بعدا فهمتي. واش نقول لك بنادم من المشروع الاول المشروع الثاني جاي الله يدير لهم شي تاويل. بصراحه انا كنت جاي بالسياره ديالي جاي من نواحي ديال البرشيد، وصلت لهذا الرومبي هذا كنسمع واحد التفرقيع، كنسمع واحد التفرقيع اللي هو تفرقيع صراحه ما غاديش نوصفه لك كيفاش داير. يعني احنا اللي سمعناه وانا البلاصي الطوموبيل هنايا قلت بلاتي البلاصي هنا الا فات تزت لقدام راه غادي يولي كلشي هادشي مفرقع، يعني غادي نولي انا مدير. شويه تا كنتفاجئ بالناس كتجري، تا وانا نزل من الطوموبيل انا كنت بغيت ندير واحد اليد المساعده، كانت شي عافيه ولا كانت شي حاجه، يعني حنا كتهزنا هاد الانسانيه هادي. ملي وقفت انا مع الناس من احد الجماهير تا كنتفاجئ بواحد السيد كيقول لي هاد التفرقيع هذا راه ديما حنا كنسمعوه. قلت لي ويلي، قلت لي كيفاش نتوما كتسمعوه وانا خلعني وانا مرضني تا بلاصي الطوموبيل وفرانيت فرانسيك؟ قلت حقا غادي نزيد لقدام غادي راه غادي نولي مهزوز انا والطوموبيل. قال لك حنا راه جينا من بلاصه بعيده وسمعنا التفرقيع وعارفين وعادي، وراك عارف حنا كمغاربه فيما كنسمعوا الناس مجموعين حتى حنا كنكونوا من الناس اللي كنتجمعوا معاهم. علاش؟ ماشي فضوليه، ماشي حنا فضوليين غير باش نديروا حنا المساعده في الناس ونديروا اليد في المساعده في الناس، غير هو باش هاد الناس هادو يقولوا لي راه هاد الصوت هذا اللي كنسمعوه صوت عادي. صراحه ما نقبلوش، يعني انا كانسان سمعت الصوت وتخلعت هذا ماشي عادي. الا كانوا هما كيتقبلوا عادي انا ما غاديش نتقبلوا عادي. علاش؟ حتى واحد الصوت واخا نوصفوا لكم واخا نقول لكم تخيلوه لا حول ولا قوه الا بالله، ولكن باش كنتلاقى مع الناس ديال البومبيه اش كيقولوا لي؟ كيقولوا لي راه ما كاين لا عافيه لا والو. وقلت له شنو هو هذاك؟ وانا نقول لي شنو هذا الصوت؟ قال لي لا راه الصوت راه كان كيتسمع وهادي، وحنا راه ضروري خاصنا نجيو. وقلت لي انت لك انت ضروري غادي توقف، حنا راه حنا ضروري خاصنا نوقفوا اوبليجي باش نعرفوا شنو كاين.